إن أحداث الجمعة السوداء الدامية بتاريخ 15/3/2013 التي صح المواطن والمقيم عليها ظلا طوال اليوم يلهثان وراء خيوط من أجل معرفة ما جرى من إرهاب ورعب سادت الأوساط المختلفة في البحرين، لا من مستجيب ولا من مجيب لتلك الصرخات التي تطالب على الأقل بتطمينات. وحدها وزارة الداخلية تتواجد وسط الأحداث بالدعم والمساندة والمتابعة وتهدئة النفوس وطمأنة الجميع حول ما يجري، وكأن البحرين لا يوجد فيها سوى وزارة الداخلية. أين الكتاب؟ أين النواب؟ أين رجال الشورى؟ أين رجال الدين؟ أين الإعلام؟ أين شرفاء الشيعة؟ أين تجمع الوحدة الوطنية؟ ماذا يجري الآن في البحرين؟ المواطن لا يريد سوى العيش بطمأنينة، بدون قطع للطرقات، بدون إرهاب، بدون تجاهل للآخرين. فلا بد أن يأخذ القانون مجراه في إيقاف هذا الإرهاب. ننتهي من هال زوبعة، من هالإجرام اللي الحين سنتين كل ما نفتح غرفة ظلمة، كل ما نفتح غرفة ظلمة سنتين، والناس الحين ما تبي رواتب ولا تبي علاوة غلاء، تبي أمن لعيالها. إيش كان الحال لو هذه القنابل حطوها في مجمع تجاري؟ بس لأن هنود اللي ماتوا أو آسيويين ما ينتفض المجتمع البحريني كلهم لهم. معالي الرئيس، هذه قانون تجريم المولوتوف صوتت عليه كتلة الوفاق في عام 2008، كتلة الوفاق صوتت عليه هني معانا، ولا واحد منهم تخلف. ليش ما يطبقونه؟ ليه متى؟ ليه عندهم جوازات دبلوماسية؟ هم وعيالهم يروحون ويون يخيطون وبيطون، ليه متى؟ في البحرين يا معالي الرئيس يا الأخوة، عندنا قتلة لكن ما عندنا قاتل. في البحرين الدولة الوحيدة الشرطي ينحاش والأصحاب الإجرام والمولوتوف وراه. أنا ما شفت أي دولة في العالم من دول متقدمة أو متأخرة الشرطي ينحاش وأصحاب المولوتوف وراه يقولون سلمية سلمية. إيش الثقافة هذه؟ يشيلون غراش المولوتوف يقولون سلمية سلمية. رسالة وجهها لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد وشعب البحرين، إذا ما نصلح العلاقة مع الله فلن نصلح مع العلاقة مع المخلوق.